السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك دكتور همام محمد. ان شاء الله هنحل مع بعضينا اسئلة الليسون اللي فات، وهنعمل سمري ملخص للليسون الجديد اللي احنا خدناه الاسبوع ده ان شاء الله. طيب نبدأ الاول بأسئلة الليسون اللي فات، عايزين نحلها مع بعض وعايزين نبص كده ونركز. هتفتحوا الكتاب بتاعنا على الكونسبت 2 اللي هو بيتكلم عن السينسز ات ورك، وهنجيب بيج نمبر 52. تمام معايا بقى دكاترة؟ معلش هنعملها بس كده معايا. بسم الله، يلا سمو الله. أول سؤال بيقول لي choose a correct answer to know if a cup of water. know عشان أعرف إن كان ال cup of water hot or cold. we need to use sense of، محتاج ان انا استخدم حاسة الايه عشان اعرف ان الحاجة hot و cold. هل انا محتاج حاسة السايت؟ هل بالرؤية هعرف اذا كان سخن ولا ساعة؟ لا. طب الهيرينج السمع؟ طبعا لا. سميل الشم؟ لا. طب التاتش؟ التاتش بلمس الحاجة اعرف عن طريقة اذا كانت hot ولا cold. السؤال التاني we can distinguish. distinguish يعني نميز، بنستطيع اننا نميز ما بين الووتر والميلك، المية والميلك، عن طريق التيست والهيرينج. هل انا بسمع حاجة فيها؟ لا طبعا. السايت والهيرينج؟ اكيد ما بسمعش، ما فيش هيرينج خالص، انا لا هسمع مية ولا هسمع ميلك. طب السميل والهيرينج؟ برضو غلط. طب التيست والسايت؟ ممكن تيست اتذوقها، او السايت الرؤية، مجرد ما اشوف كوباية مية او كوباية لبن هعرف اميز. نمبر 3 use a property، بستخدم بيستخدم خاصية ايه؟ known as echolocation to hunt in winter، عشان يصطاد. بصوا بس ايه، معلش، in water، مين اللي بيستخدم خاصية الايكولوكيشن عشان يصطاد في الووتر مش الوينتر؟ الووتر، يبقى الدولفين صح، لان انا عندي الدولفين بيستخدمها والبات، بس في المية يبقى الدولفين. السنسوري اورجنز، أعضاء السنسوري اللي ربنا مدانا الـ 5 sensory organs، بس بيقول لي السنسوري organs بتاعت الدولفين help it to do all the following except، بتساعده يعمل كل ده ما عدا إن هو surviving، صح؟ إن هو surviving يعني يبقى على قيد الحياة. finding food، صح. finding water، يلاقي المية، ما هو عايش في المية، هيلاقي المية إزاي؟ يبقى دي غلط، مش بتساعده إن هو يلاقي المية لأنه هو عايش في المية. طب protect itself under water، صح، يبقى بتساعده انه يعمل كل ده ما عدا finding water، ملوش دعوه، هو عايش في الميه مش بيدور على الميه. if there is some salt in a dish، يعني في ملح، salt يعني ملح، في الدش الطبق، and some sugar in another dish، وفي سكر في طبق تاني، you can distinguish، نميز between them through sense of، عن طريق حاسة السميل هشمهم ولا التيست التذوق؟ اكيد التيست. طب التاتش؟ لا. الهيرينج؟ لا، مش هسمعهم ولا هلمسهم، انما التذوق. الفايف سينسز اوف هيومن والانيمالز، مين الفايف سينسز بتاعت الهيومن والانيمالز؟ السايت، الهيرينج، التاتش، السميل، الموفمنت. لا مش موفمنت، سايت، موفمنت، مفيش موفمنت، تاتش، تيست، تاتش، موفمنت، مفيش، سايت، هيرينج، تيست، سميل، تاتش، صح، هم دولت الفايف سينسز. الإيكو helps bat and dolphin to locate a of their prey، الفرائس بتاعتهم، يعني الإيكو اللي هو صدى الصوت بيساعد الباتس والدولفين ان هم يحددوا ايه؟ اللوكيشن، حتى اسمها إيكو لوكيشن، مش بيحددوا اللون ولا الريحة ولا التيست، هم بيحددوا الإيكو لوكيشن، المكان اللي هي لوكيشن. سوري. الدولفين depend on، الدولفين بيعتمد على الشارب سنس اوف اي تو جيت فود، هل الدولفين بيعتمد على الرؤية؟ لا، احنا سائلين الدولفين بيعمل ايكولوكيشن، يعني بيعتمد على الايكو اللي هو الصدى الصوت، يبقى الصوت. التيست؟ لا. السميل؟ لا. الهيرينج؟ السمع. but true or false human can identify music، يعني الهيومن بيعرف يحدد الميوزك through، عن طريق الايرز، الاذن، which are the organ of sight، هي الاي، يعني انا بعرف احدد الميوزك عن طريق الودان ماشي. طب هي الاورجن بتاعت السايت، الايرز هي اللي انا بعمل بيها السايت رؤيه، الاذن هي اللي بعمل رؤيه؟ غلط طبعا. ايجيبشن مونجوز اللي هو النمس المصري اللي احنا بنسميه العرسه دي،
can communicate with its species by making sounds. يعني can communicate with its species by making sounds, عن طريق صناعة الأصوات. طبعا true, صح. يبقى الإيجيبشن مونجوز اللي هي النمس المصري أو اللي هي العرسة ديت communicate with its species عن طريق making sounds الأصوات. على فكرة يا جماعة كلمة species ديت لها نطقين, ممكن أقول عليها species double British, ممكن أقول عليها species double American. طيب number 3 a sense of hearing يا دكاترة, حاسة الهيرينج السمع بتاعة الدولفين is stronger than human. يعني حاسة الهيرينج بتاعة الدولفين أقوى من الإنسان. طبعا true عشان هو بيسمع الأصوات اللي هو بيطلعها الإيكولوكيشن. Number 4 we use our senses أو our sense of smell, بنستخدم حاسة السمل to identify the color of flower, عشان أحدد الكولر بتاع الفلاور. طبعا ما بستخدمش السمل عشان أحدد الكولر السمل الريحة أحدد بها اللون, لا طبعا. السكن help human distinguish between, السكن بيساعد الإنسان إنه يميز ما بين التيست of different type of food. يعني السكن بيخلينا نميز ما بين بتاعة الفود عن طريق التاتش. بصوا هو السكن بيخلينا أميز human distinguish between, بس ما بميزش من التيست, مش السكن هو اللي بيميز التيست, يبقى دي غلط. الكاميليون الحرباية uses its tongue to taste food, صح, بتستخدم التونج عشان تعمل تيست, صح. الفوكسز عندها sharp sense of taste to avoid dangerous, غلط, ملهاش دعوة خالص. الفوكسز ما عندهاش تيست قوي, عندها الهيرينج قوي, عندها sight قوي, بس التيست لا. الباتس depend on camouflage property to find its food, هو الباتس بتعمل كاموفلاج؟ لا طبعا ما بتعملش كاموفلاج, هي بتعمل ايكولوكيشن. هتقول البيج اللي بعديها كانت تبع الهوم ورك بتاعنا, ماشي. بيج نمبر 53 write the scientific term, من الأسئلة المهمة اللذيذة اللي عايزين نركز فيها. بيقول لي the property الخاصية depend on sense of hearing, الخاصية اللي بتعتمد على الهيرينج السمع through which a dolphin locate their prey underwater, ايه الخاصية اللي هو بيعتمد على السمع والدولفين بيستخدمها تحت المية؟ ال echolocation. طب الorgan اللي recognize different color, recognize يعني بيميز الcolor, الorgan اللي بيميز هو عايز الorgan مش السنس, عشان محدش يقول لي انا كده هكتب السايت, انا عايز الorgan اللي بيميز الالوان. طب بالظبط صح, الايز. طب عايز الorgan اللي بيميز الادر الرائحة, صح, النوز. طب عايز السنس, السنس الحاسة اللي بتساعد الدولفين انه يعمل ايه, ديتكت الايكو, يكتشف الايكو, الحاسة. محدش يقول لي الorgan, ركزوا يا جماعة في الحتة دي, انا اديت لكم الورقة بتاعتها مهمة جدا. في عندنا 5 سنس و 5 organ. طب الحاسة اللي الدولفين بيستخدمها عشان ايكو, حاسة الهيرينج السمع. طب لو كان كتب لي organ كنت ساعتها كتبت الايرز الاذن. طيب السense used to differentiate, differentiate يعني تميز زي distinguish كده, تميز ما بين السموث الناعم والرف الخشن. احنا هناخد الكلمتين دول بالتفصيل بعد كده. السنس الحاسة اللي بتميز ما بين الناعم والخشن اكيد حاسة التاتش. طب لو كان كتب لي الorgan كنت كتبت السكن, بس هو عايز السنس. طب return back of sound wave on hitting solid surface, return back يعني رجوع الساوند ويف الصوت لما يخبط في حاجه سوليد, هو ده الايكو. طب السنسوري اورجن العضو, انا بتكلم على الاورجن ذات هيلب هيومن, بيساعد الانسان ايدنتيفاي تيست التانج. طب يا مستر ده كتب لي سنسوري اورجن, ما هي سنسوري اورجن اللي هو الاورجن يعني. طب complete the following sentence, a dog use sense of a and a in guarding, بيستخدم حاسه a وa. طبعا الدوج بيستخدم حاسه الهيرينج السمع القوي اللي ربنا مديهوله, وحاسه السميل السميلينج, يبقى الهيرينج والسميلينج او الهيرينج والسميل. الهيومن كان pay attention, pay attention يعني يعطي انتباه to an alarm bell للجرس في حاله الدينجر through the sense of
الانسان بيعرف يعطي انتباه في حاله لما الجرس يرن وقت الخطر مثلا او في حاله خطر ثرو سنس اوف ايه، يبقى السنس يبقى حاسه الهيرنج. طالما قال لي جرس وسمعته الهيرنج. الدولفين عنده شارب سنس اوف ايه، شارب سنس اوف هيرنج which they use to locate living organisms underwater. عن طريق ايه؟ عن طريق ايه الخاصيه بقى نفسها اسمها ايكولوكيشن بروبرتي. الخاصيه اسمها ايكولوكيشن بروبرتي. طب الدوج عنده شارب سنس اوف ايه اند سايت، عنده شارب سنس اوف سميلينج اند سايت، وعنده هيرنج كمان. بس هو انا كتب لي سايت خلاص، يبقى انا بكتب الثانيه سميلينج الشم، عنده حاسه الشم السميل قويه جدا. ممكن اكتب سميل او سميلينج الاثنين صح. طب we can identify the odor of flower، بنعرف identify نحدد الأدر الرائحة بتاعت الفلاور using a sense حاسة، يبقى حاسة السميل. طب لو كان كتب لي organ كنت انتبهت النوز المناخير. طب الايكو هي pouncing of a waves، pouncing of sound waves. طيب cross the odd word، نختار cross out the odd word، نختار كلمة مختلفة. الدولفين، الساوند ويفز، الايكولوكيشن، البول شارك. طبعا البول شارك لان الدولفين بيطلع ساوند ويفز، دي بنسميها ايكولوكيشن. كل دوت صح، انما البول شارك لا مختلف عنهم. تاتش نوز اي اير، كلهم اورجن ما عدا واحده بس سنس. النوز اورجن، الاي اورجن، الاير اورجن، التاتش سنس، يبقى نختار السنس. طب هيرينج، تاتش، تونج، سايت، كلهم senses ما عدا واحدة organ. ال hear sense حاسة السمع، حاسة اللمس touch، حاسة الرؤية، إنما tongue organ. تعالوا نختار من A و B. ال phoenix fox produce sound، هنشيل بس الجزئية دي وهنكتب to communicate عشان يتواصلوا with each other أو to communicate. طب مين هنا بقى الفينيك فوكس؟ هل الفينيك فوكس بروديوس ساوند؟ لا، عنده سوبر سنس اوف هيرينج وسايت. او بي. طب الدولفين بيعمل ايكولوكيشن، تمام، يبقى دي. طب الايجيبشن مونجوز بيعمل اصوات عشان يتواصل مع بعضه، صح، هو الاي. طب البانثر كاميليون الحرباء عندها تيست وسايت اقوياء، يبقى السي. دي ما كانتش في الهوم ورك بس انا هعملها. البيج نمبر 54 نركز فيها كده برضو نستفيد مع بعض. الدولفين عنده شارب سنس اوف تاتش، لا الدولفين عنده شارب سنس اوف هيرينج السمع ده كتر. طب الدوج الكلب بيستخدم الاي تو ريكوجنايز اذر اوف هيومن، لا الدوج ما بيستخدمش الايز عشان يتميز بريحه صاحبه، امال بيستخدم الايه؟ النوز مناخيره عشان يشم ريحه صاحبه. اذر يعني رائحه، اذر دي يعني رائحه. طيب الفوكس use its tail and ears to run away when it see or hear its enemies، بيستخدم ديله ودانه عشان يشوف ويسمع. طب يسمع ودانه، طب بيشوف بديله؟ لا طبعا الايز. طيب الدولفين and the dog بيستخدموا الايكولوكيشن، لا البادز. طيب اوكي arrange the following، انا هرتب هنا. How dolphin use its sharp hearing to catch prey. A sound wave travel and hit the prey. El echo help the dolphin locate the prey. A sound produced by dolphin. أول حاجة sound produced by dolphin. يبقى ال sound بيطلع عن طريق by dolphin و transmitted in form of waves. اسمها sound wave. دي أول حاجة. بعد كده ال sound wave دي travel and hit the prey. بتضرب في البري. تاني حاجة. بعد كده ترجع تاني ودي بنسميها الايكو اللي هي bounce back. The dolphin in the form of echo. بعدين الايكو بيساعد ان الدولفين يحدد المكان، يبقى دي تالت حاجه. طيب give reason الايجيبشن مونجوز make sound to communicate to each other. ممكن اكتب حاجه تانية عشان الناس اللي مش كاتبه to communicate to each other، ممكن اكتب to find food and get away from danger عشان يلاقوا الطعام، او get away يبعدوا عن الدنجر الخطر، يقولوا البعض يعني from danger، ده صح وده صح. طب owls can hunt during night، ليه البومة بتصطاد during night؟ because has sharp senses
of hearing، عندها حواس ال hearing and sight، عندها حواس قوية لل hearing وال sight. وممكن اكتب برضو اجابة تانية خالص، ممكن اكتب because، اكتب امسح بقى كله خلاص، because they are from nocturnal animals، من الحيوانات الليلية، that hunt at night. طب ليه الدوج بيستخدم في الجاردن؟ عشان عنده حواس ايه خارقة؟ because have sharp senses of hearing، عنده حواس السمع خارقة جدا، and the smell، والشم، يقدر يشم من الحاجات البعيدة. طب ليه الدولفين بيعرف يسمع كل انواع الاصوات؟ to locate the prey، عشان يعرف يحدد ال prey by echolocation. وممكن اكتب اجابة تانية برضو، because has sharp sense of a، because has sharp sense of hearing، عنده sharp sense of hearing. وقتها بيحصل ايه لما الساوند ويف اللي طالعه من الدولفين هيت تخبط في الاوبجكت اندر ووتر؟ هترجع تاني في شكل ايكو. it return back او rebounds back as echo، بترجع في شكل ايكو. وفي ناس ممكن تكتب ان هو يعرف يحدد المكان، او can locate the prey، يعرف يحدد مكان البراي by echolocation او ايكو. طب ليه الدولفين يحصل ايه، سوري، وات هاب يحصل ايه لو الدولفين عنده weak sense of hearing؟ فساعتها بدل ما اكتب دي كان هكتب can't. can't locate، مش هيعرف يحدد، جاي من location يعني، the prey by echo. وفي ناس ممكن تختصر تقول can't make echolocation وخلاص، ممكن اكتب can't make echolocation، مش هيعرف يعمل عملية الايكو ايه، الايكولوكيشن. دي صح ودي صح. طيب كنا واخدين واجب تاني برضو في الدرس اللي هو lesson 2، كان درس كبير شويه بس احنا خدنا الواجب برضو بيج نمبر 60، هيساعدنا ان احنا نفهم الدرس احسن. بيقول لي the senses you depend on to find a small radio that produced low sound in a dark room. يعني ايه السنس اللي انا ممكن استخدمها السنسز عشان اوجد الراديو، الراديو الصغير اللي بيطلع صوت صغنطط قوي، لو ساوند ان دارك روم. دارك روم، طب هو بيقول لي دارك روم، دارك يبقى انا مش هشوف حاجه، عشان ما حدش يقول لي هستخدم السايت مش هشوف حاجه. طب الهيرينج والسميل هشمه، انا هشم الراديو؟ لا. طب التاتش والتيست، انا هتذوق الراديو؟ لا. طب السميل والتيست، مش هتذوق الراديو. طب الهيرينج والتاتش، انا هسمع الراديو، بيقول لي لو ساوند، هسمعه، هحاول اسمع الصوت وهحاول، وانا كده عارف انت لما الدنيا تظلم بتحاول تشوف الكشاف بتاع الموبايل، فتحاول تاتش بتلمس، يبقى هيرينج وتاتش، هي دي الدارك روم. ريسبونسبل سيستم فور موفينج يور هاند اواي، السيستم المسؤول، ريسبونسبل يعني مسؤول ان انت هاند اواي فروم دينجر such as touching a hot cup of tea. مين السيستم ده؟ هل الدايجستيف؟ لا، ده بتاع الطعام، بيكسر الطعام. respiratory، ده بتاع ال respiration، التنفس، النيرفز. when snake make a noise، لما التعبان بيعمل noise، a sensory receptors found in jerboa send a warning message to brain. لما السنيك بيعمل noise، a sensory receptor اللي موجودة في الجربوة ايه، بتوصل رسائل للبرين. طبعا هو بيقول لي نويز، دوشه، التعبان عمل دوشه فهو سمعه، يبقى سمعه اكيد، ما هو دوشه بقى، يبقى اللي موجوده في الايه، في الايرز، الاذن. طيب the brain is the main control center in the body so it can deal with a at the same time. البرين هي main control center، هي اللي بتقدر تتحكم وتتعامل، ديل يعني تتعامل، مع التو سنس اونلي، حاستين بس، ولا 3 سنس، ولا 4 سنس، ولا كلهم؟ طبعا كلهم، كلهم، احنا بنعمل كل حاجه يا جماعه، احنا ممكن هنشم وهنتذوق وهنشوف وهنسمع في نفس الوقت، ونحس الحاجه سخنه كمان، ونسخنه، ال 5 سنس اورجن كلهم.
طيب الانيمالز بيكم اكتف ات نايت، اسمهم ايه؟ نوكتورنال انيمالز، طبعا حيوانات الليليه اللي هي اكتف ات نايت، نشيطه بالليل. وين يور هاند تاتش السباينز، لما ايدك تلمس الاشواك السباينز بتاعه الكاكتس الصبار. ات از اتس ويذدرون ان ايه؟ ويذدرون يعني بتتسحب، بتسحب ايدك يعني تتسحب. in less than 1 second ولا 1 minute ولا 2 minutes ولا 1 hour؟ طبعا ولا 1 minute ولا 2 minutes، هي على طول less than 1 second. اول ما تلمس شوك تبعد ايدك بسرعه، صح؟ او فاكرين انتوا لما كنا بنقول reflex action على طول، reflex كده على طول. طيب when جربوا hears، لما جربوا بيسمع a sound of a moving snake، لما جربوا بيسمع صوت السنيك التعبان. it remain stand in its place، بيفضل remain ثابت في مكانه. لا، jump into hunt the snake، بينط عشان يصطاد، ركزوا، بينط عشان يصطاد السنيك. لا، make sound to frighten the snake، بيعمل اصوات عشان يخوف السنيك. لا، jump quickly to run away from snake. ايوه jump quickly، اوعى تقول اي jump وخلاص، هنا بيقول لي jump عشان يصطاد السنيك، هو ما بيصطادش السنيك، ده بيهرب، run away. طب الاورجن، العضو اللي بروسيسز، اللي بيعالج الانفورميشن اللي كولكتد ثرو ذا سنس اوف سايت. اول ما يقول لي الاورجن اللي بيعمل بروسيسز انفورميشن، بيعالج او بيفهم او بيترجم المعلومات، البرين على طول. النيرفس سيستم اوف ماملز بيحتوي على برين اونلي، سباينال كورد اونلي. لا، نيرفس والسباينال كورد اونلي، لا، ده البرين والسباينال كورد والنيرفس، برين والسباينال كورد والنيرفس. طيب نمبر 61 بيقول لي both the spinal cord and the nerves are located in، يعني كل من ال spinal cord وال nerves موجودين في ال are located in the brain، are located in the small intestine. لا اكيد الاثنين مش موجودين في البرين ولا في ال small intestine. طيب طب هما بينقلوا الرسائل من المخ لكل البادي بارت اونلي، حد يقول لي اه صح. طب استنى بس نسمع اللي بعديها ونقرا اللي بعديها برضه. طب هما ترانسميت، بينقلوا، كاري يعني بينقل المسجز الرسائل من البرين لاول بادي بارتس، والعكس فايس فيرزا، العكس كمان، يعني بياخد من البادي يودي للبرين ومن البرين يودي للبادي. ايوه هو ده، يبقى هي دي فعلا الاجابه. Which of the following choices، مين يا دكاتره من الاختيارات دي، explain، بيوضح how the body react to the smell of food in correct order، يعني ازاي، مين في دولت صح بيوضح ازاي جسمك بيتعامل مع ريحة الطعام. البرين بيبعت للنوز والنوز تبعت للنيرفس، انا بقول شميت الريحة، شميت، يبقى اول حاجة اشتغلت النوز. طب النوز هتبعت للبرين على طول ولا النوز بتبعت للأعصاب والأعصاب هي اللي تبعت للبرين؟ يبقى النوز بتبعت للنيرفس والنيرفس تبعت للبرين. طبعا في حد يجي يقول لي طب فين السباينال كورد، هو هنا معتبر ان السباينال كورد كانها زي النيرفس، يعني جزء من النيرفس بس كبير شويه، هو بيج نيرف اصلا، هو بيج نيرف، نيرف كبير يعني، فكان النوز الاعصاب اللي في النوز، النوز بعتت للنيرفس والنيرفس بعتت للسباينال كورد اللي هي تعتبر جزء منها عادي، وبعدين بعته للبرين. يعني مين الاجابه الاصح، هي دي الاصح اجابه اخر واحده. The correct order for a bat to locate a mosquito using echo، يعني بيقول لي اختار الاختيار الكوريكت الصحيح للبات ان هو يحدد الموسكيتو، البعوضه، مكان البعوضه، الناموسه، يبقى عن طريق الايكو. الموسكيتو بتعمل صوت، ريتش ذا بات وريتيرن تو موسكيتو، طبعا غلط، هي الموسكيتو هي اللي بتعمل صوت، يخبط في البات ويرجع للموسكيتو، ده كده الموسكيتو هي اللي تصطاد البات. لا، طب البات بيعمل صوت، تمام، بيوصل للوول، للحيطه، ريتيرن تو موسكيتو. ايه ده، البات بيعمل صوت يخبط في الحيطه ويرجع للموسكيتو؟ لا، ده بيخبط في الموسكيتو ويرجع للبات، ده غلط. طب الموسكيتو بتعمل صوت، كده كده غلط، البات ميك ساوند، بيعمل صوت، ريتش موسكيتو ريتيرن تو بات، هي دي بالترتيب كده، البات بيعمل صوت ساوند، البات بيعمل ساوند، والساوند يوصل يخبط في الموسكيتو ويرجع تاني للبات، هو ده الصح. الاولز هاف، البوما have all the following properties، يبقى owls have the following properties to sense distant preys، ان هي تعرف sense، تحس بالdistant preys that make low sounds، اللي بتعمل اصوات قليله except ما عدا، يبقى هي عندها have all properties، عندها كل الخصائص دي ما عدا مين؟ عندها large eyes، هي عندها large eyes، عندها
باول شيب فيس، عندها الوش بتاعها شبه الوعاء او الاناء، تحس ان هو مطبق كده. اه عندها هيد تيرن ان اول دايركشنز، تمام. طب عندها ويك سنس اوف هيرنج؟ لا 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 خالص، ما عندهاش ويك سنس خالص، ده عندها شارب سنس، عندها اكسترا اوردينري سنس اوف هيرنج. الاول لارج ايز اند باول شيب فيس، يبقى البومه اللارج ايز بتاعت الاول، البومه والباول شيب بتاعها، الوش الوعاء بتاعها، ده يعتبر ايه؟ ادابتيشن. هل ده بيهيفير ولا ستراكشر؟ طبعا انا مش هختار الاثنين، يعني ما حدش يقول لي بول ستراكشر بيهيفير، وما حدش يقول لي نيزر ده ولا ده، لا هو الاثنين. ربنا خلى لها عين كبيره وخلى لها وش مفلطح كده او شبه الوعاء، ده ستراكشر، ستراكشرال ادابتيشن. الفلاينج باتس، الخفاش طبعا لما بيطير دونت هيت ديفرنت اوبجكت، ما هو بيطير ما بيخبطش في الاجسام. ات نايت، ليه؟ اصل هو كان ايه؟ سي زيم كليرلي ان ذا دارك، بيشوفهم كويس لا او ما بيشوفش. تاتش زيم، بيلمسهم لا. سميل زيم لا. هير ذا ايكو، بيسمع الايكو الريفلكتد فروم زيم. طب بعد كده some animals become active during the night، بعض الانيمالز تبقى active during the night due to following reasons except، بسبب حاجه من الحاجات دي ما عدا النايت is characterized by cool weather، يعني هما بينشطوا بالليل. اصل النايت بيتميز ان هو cool weather، هو ده صح، بس هو بيقول لي كلهم صح ما عدا، يعني الانيمالز بتصطاد بالليل بسبب كل الاسباب دي ما عدا، يعني في سبب غلط، فطبعا النايت بيبقى احسن، طبعا ده احسن صح يعني. طب النايت جود تايم فور ريلاكسيشن اند ريست، طب ما هو لو جود تايم للريلاكسيشن والريست يبقى مش هيصطادوا فيه، يبقى هيناموا فيه، يبقى الاجابه دي اللي غلط خالص. طب النايت از كوايت سو زي كان هير بريز، طبعا النايت هدوء فيعرفوا يسمعوا الفريسه، صح. النايت تايم وين ذا بريز ار افيلبل، صح، كلهم صح ما عدا ان هو وقت الايه؟ وقت الريلاكسيشن والريست، ده اللي غلط. When the gerbil senses the noise، لما بيسمع النويز of the snake nearby it puff up the body to scare it، بينفخ نفسه، لا اللي بينفخ نفسه ده كان الكاميليون، الجيربو ما بيعملش كده. طب change the color، برضو الكاميليون. طب jump fast and escape، اه هو jump fast and escape، open its mouth ده الكاميليون، يبقى اللي بيعمل دوت كلهم الكاميليون، طب مين الجيربو بيعمل ايه؟ jump fast. طيب الماتش او الشوز، اول حاجه البات، البات فلاينج نوكتورنال انيمال كان هير ذا كوايت موفمنت اوف رات، هو فعلا فلاينج بس هو مش بيسمع الكوايت بليس، هو مش بيسمع، هو بيعمل ايكو. طب بعد كده بيقول لي ديزرت رودنت، لا هو مش رودنت. طب نون فلاينج، لا هو مش نون فلاينج، هو فلاينج نوكتورنال انيمال، الساوند ريفلكت تو ات افتر هيتنج انسكت، بعد ما يخبط في الانسكت، يبقى البات هيبقى الدي. طب الاول البومه هي اول واحده بقى، هي الفلاينج نوكتورنال انيمال اللي بتسمع الكوايت موفمنت بتاع الرات، هي الايه. طب الجيربوا، الجيربوا ديزرت رودنت، عنده لارج ايرز، لارج سنسيتيف ايرز، ودان كبيره وحساسه، يبقى البي. السنسوري ريسبتورز، هو عباره عن الماتش الثانية السنسوري ريسبتورز، قلنا السنسوري ريسبتورز هي found on stars in sensory in sensory organs and it's the first to sense surrounding environment، هي أول حاجة بتحس بالبيئة بالenvironment اللي حوالين، يبقى sensory receptors هي found in sensory organs، يبقى D. طب النيرفس، الأعصاب، النيرفس receive information from the sensory receptor، E. البرين، المخ، هو المين كنترول سنتر ان ذا بودي، هو الاي. طب السباينال كورد، السباينال كورد هو اللي بيبقى موجود في الباك بون وهيلب ترانسميت مسج ما بين البودي والبرين، هو اللي بيوصل ما بين البودي والبرين، يبقى هو السي. ساينتفك تيرم، رايت ذا ساينتفك تيرم، جروب اوف ديفرنت انيمالز، مجموعه من الانيمالز لوك فور ذا براي ات نايت، بتدور على البراي الفريسه بالليل، اللي احنا سميناهم نوكتورنال animals، الحيوانات الليلية. طب desert rodent، desert rodent with a small body، جسمها صغير و large ears، ودانها كبيرة و long legs، و رجلها كبيرة، يبقى large ears long hind legs، رجلها الخلفية كبيرة، دي اسمها الجيربوة، اليربوة. الproperty الخاصية by which the bat can locate the prey insect، يعني بيعرف يبحث ويدور، التخصصية اللي عن طريقها الباتس بيعرف لوكيت، يحدد البراي انسكتس عن طريق الساوندز، اسمها ايكو ايه؟ لوكيشن، الخاصية دي اسمها ايكو لوكيشن، محدش يقول لي ايكو بس،
متخصصيه كلها بنسميها ايكولوكيشن. لما يقول لي الصوت اللي راجع هقول له الايكو. الانيمال ذات كان تيرن اتس هيد باكورد، بيعرف يحرك راسه باكورد، وعنده باول شيب فيز، حتى جت من اسم باول، ولارج اي يبقى الاول. طيب السيستم ذات كنترول اول ذا بودي فانكشن، السيستم اللي بيتحكم في كل الفانكشن، وعنده النيرفس وان اوف اتس بارت، احد اجزاء النيرفس، ده حتى من اسمه ده هو كده قاله لي، هو اللي بيتحكم وعنده النيرفس يبقى اسمه النيرفس سيستم. اللي عنده النيرفس الاعصاب يبقى النيرفس ايه سيستم. organ responsible for processing information، اول ما يقول لي organ بيعمل process information فهم المعلومات هقول له brain. طب الorgan اللي composed of group of nerves، بيكون من مجموعة من nerves، located in the backbone and send the message from and to the brain، بيبعت للbrain. الorgan اللي بيتكون من مجموعة من nerves وموجود في الباكبون، اول ما يقول لي organ موجود في الباكبون يبقى spinal كورد، الحبل الشوكي. organ include eyes nose ear tongue skin and they receive information from the surrounding and send it to the brain. مين الorgans اللي هي بتتكون من الحاجات دي، حتى كان اسمها sensory sensory organ، sensory organ. طب type of nervous، مجموعة من النيرفس او نوع من النيرفس in the sensory organ، ايه النيرفس اللي موجوده في السنسوري اورجان واللي بتستقبل المعلومات من البيئه، كان اسمها السنسوري ايه، مهمه قوي الحته دي، ريسبتورز. يبقى النيرفس اللي موجوده في السنسوري اورجان اسمها سنسوري ريسبتورز. تايم تيكن باي ذا اورجانيزم بودي تو ريسبوند تو ديفرنت رياكشن، التايم اللي بياخده البادي عشان يستجيب للرياكشن اسمه رياكشن تايم. رياكشن ايه؟ رياكشن تايم. طيب البيج اللي بعديها 63، both true or false، animals that active during the day are called nocturnal، غلط، during night مش day. الايجيبشن جيربوا live in forest، غلط، في الديزرت. الايجيبشن جيربوا عنده large ears help in sensing the snakes، هاي اللي بيساعده ان هو يسمع ويحس بالسنيكس، صح. الاول depend on echo، الاولز بتعمل echo، لا ده البات هو اللي بيعمل echo. البات make sound that hit insect، البات بيعمل أصوات بتخبط في الانسكت وبعدين bounce back ترجع تاني، عشان كده البات كان له كدزن، صح. البادي senses and systems، البادي senses والسيستم work separately when animals run away from their enemies، يعني لما الانيمالز بيهرب من الأعداء، هل السنس والسيستمز كل واحد بيشتغل لوحده؟ لا طبعا، ده كله بيشتغل مع بعض، ده كله بيشتغل مع بعض عشان نهرب. الانيمال some animals have abilities، عندها القدرات that humans don't have، اللي الانسان مش عنده، and these abilities are called super sensory adaptation، يعني بيقول لي بعض الحيوانات عندها قدرات مش عند الانسان، طبعا صح، اي اسمها super adaptation او super sensory، صح، او super senses، مش لازم كلمة super sensory، يعني super senses، صح. السنسوري receptors in the eyes receive، يبقى sensory receptor اللي موجودة في العين receive the sound، بتستقبل الساوند، يعني الاي بتستقبل الساوند، بتاخد الساوند، طبعا غلط. الايجيبشن جيربوا كان جامب فور لونج ديستانس ديبندينج اون اتس لونج هند ليجز، بينط مسافات كبيره بتعتمد على اللونج هند ليجز، صح. هوبينج زي جامبينج، هوبينج اوف ذا جيربوا ان زجزاج باترن تو ران اواي فروم ذا دينجر از كونسيدر ستراكشر ادابتيشن، لا لما ينط في شكل زجزاج ده بيهيفيورال ادابتيشن. The spinal cord is the main control center of the body which helps carry message from and to the brain. يبقى الـ spinal cord تاني هي الـ main control center، مركز التحكم الرئيسي في البادي، غلط، لأن الـ brain هو كده، من غير ما أكمل، هو الـ brain اللي كده. الـ heart والـ eye are connected to the brain through blood vessels that transmit information، اللي بينقل المعلومات in the form of electric impulses. لا غلط، ثانية كده، I'm sorry لا ثانية غلط. ليه؟ هو الهارت والاي فعلا متوصلين مباشرة بالبرين، بس مش متوصلين بالبلود فيزلز، دوت متوصلين بالنيرفس، بالاعصاب اللي هي بتنقل المعلومات في شكل الكتريك امبلسز. على فكرة الجملة كلها صح ما عدا كلمة بلود فيزلز، عشان بس احنا خدنا الايز ما خدناش الهارت. القلب متوصل مباشر هو كمان بالبرين، عشان كده لما بنحس بالخوف بتلاقي قلبك بينبض على طول بسرعة. يبقى الهارت والايز متوصلين مباشرة كونكتد تو ذا برين عن طريق النيرفس الاعصاب.
طيب ال large ears بتاعت الجربوة example للstructural adaptation، ودانه الكبيرة بتاعت الجربوة مثال للstructural adaptation صح. ال habitat of the gerbil is similar to polar bear، البيئة بتاعت الجربوة شبه البولر بير. طب البولر بير بيعيش في الايس والاركتيك والبولر ريجون، طب انما الجربوة بيعيش في الصحراء، دول شبه بعض؟ لا طبعا. التونج هو السنسوري اورجان المسؤول عن التيست، تمام حتى الان صح. طب وده بيبعت مسج للبرين تو بي بروسيسد عشان then identify the food type، يعني التونج هو الاورجان اللي مسؤول عن التيست وده بيبعت رساله للبرين وهو اللي يحدد يعمل بروسيس ترجمه للفود تايب صح. ده ترو. طب نمبر 16 الجربوة هاف لارج ايرز، الجربوة عنده لارج ايرز ولونج هند ليج صح. يو كان ديفرنشييت، كلمه ديفرنشييت خدناها كتير قوي، تميز. يو كان ديفرنشييت تميز، نميز تمييز يعني ما بين الفينيجر، فينيجر يعني خل، والووتر والميه عن طريق السنس اوف سايت. لا غلط، السايت الرؤيه، انا بميز من الخل والميه بالرؤيه، لا لا ممكن اقولها بالسميل، وحتى الميه ملهاش سميل للفينيجر ليه، بس الاحسن التيست طبعا. لو هو قال لي احسن حاجه التيست التذوق طبعا، لو مديني واحده بس اختيار واحد. طب النيرفس سيستم ورك سيبريتلي فروم فايف سنسز، غلط. النيرفس سيستم بيشتغل سيبريتلي، منفصل، سيبريتلي يعني منفصل لوحده، لا طبعا هو اللي بيتحكم في الفايف سنسز. البرين ريسبونسبل فور بروسيسنج انفورميشن صح، بروسيسنج او ترانسليت. When gerbwa jump in zigzag passes to escape, this is considered structural adaptation. لا غلط. The nervous system بتاع الجربوة help it to stay safe. بتساعد إن هو the nervous system بتاع الجربوة بيساعد إن هو يفضل آمن صح. The snake could be prey for desert gerbwa. The snake ممكن يبقى prey فريسة للجربوة، غلط. ما يبقاش فريسة، لا ده هو يبقى مفترس predator. طيب on hearing danger، لما بيسمع danger the sensory receptor in the gerbwa ears في ودانه send message to the brain صح. لما بيسمع الخطر يبقى الايرز بتبعت رسالة للبرين. طيب page number 64 ال echolocation is used by some animals such as، زي مين؟ زي البات والدولفين. يبقى ال echolocation مين بيعمل echolocation؟ عندنا اصلا البات والدولفين في المنهج كله، البرين، وطبعا في السبيشال كان اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، سبيشال كان العصايه الخاصه، بس ده مش انيمال يعني، هو بيقول لي انيمالز. البرين از كونكتد تو جروب اوف نيرفس ذات باس ثرو باك بون، البرين متوصل بمجموعه من الاعصاب في الباك بون. طالما قال لي باك بون يبقى سباينال كورد. يا مستر هو السباينال كورد نيرفس؟ اه ده بيج نيرف، عصب كبير، فبنسميها مجموعه من النيرفس. طب هوبينج يعني جامبينج اوف ايجيبشن جربوا ان زجزاج باترن، ده يعتبر ايه؟ بيهيفيورال ادابتيشن. طب الاولز الحوت اللي هي البومة او البوم يعني can detect the places of their preys، بيحدد البليس المكان بتاع البريز عن طريق استخدام الشارب سنس بتاع hearing والسايت، حاسة الهيرينج والسايت، السمع والرؤية. الاول can see everywhere by turning its head in the all direction while chameleon can see everywhere by moving its eyes، يعني البومة بتعرف تحدد تحرك رأسها في كل اتجاهات، إنما الكاميليون بيعرف يحرك عينه في كل الاتجاهات. Presence of hair on the gerbil feet and toes is adaptation. لا، وجود الشعر في الرجل بتاعته والصوابع ده طبعا structural adaptation. Structural. If you see a cat، لو أنا شفت الكات، you have received this information through sensory receptor in your ear. لو انا شفت القطه انا كده بستقبل المعلومات دي عن طريق السنسور، انا شفتها صح، يبقى اللي موجوده in eyes. then وبعدين in nervous send signal اشارات to your brain to identify it، يبقى انا لما بشوف القطه المعلومات اللي السنسور ريسبتور اللي موجوده في عيني بتبعت اشاره للبرين. الايجيبشن جربوا اند الفينيك فوكس، هما الاثنين عندهم excellent sense of ايه، حاسه ايه؟ الفينيك فوكس والايجيبشن جربوا ودانهم كويله، فعندهم hearing excellent sense of hearing، سمع. where both of them have large ears، عندهم ودان كبيره. الايجيبشن جربو عنده long ايه؟ long hind legs، او ممكن نقول hind or long legs to help jump for long distance. and الهير عنده هير شعر في الفيت والتوز to help it grab sand، انه يمسك في الرمل.
وينط او يعمل عفره حواليه وهو بينط. When hearing alarm ring، لما انا بسمع الرينج، الرينج اللي هو المنبه او صوت المنبه يعني. السنسوري ريسبتور اللي موجوده فين؟ انا سمعت صح، بيقول لي سمعت اهو، يبقى موجوده في الايرز في الودان. سند مسج ثرو ا نتورك اوف نيرفز تو ذا، هتبعت رساله عن طريق الاعصاب توديها لمين؟ للبرين صح. which determine هو اللي بيحدد ايه نوع اذا كان في خطر ولا مفيش يعني عن طريق الاصوات دي. when the egyptian jerboa in danger is in danger، لما يكون في خطر start to run away this action occur in very short time، وقت صغير قوي called a reaction time، اسم الوقت ده reaction time. correct the digestive system deliver message، بيوصل deliver بتاع delivery كده، بيوصل message through the network of nerves around the body. مين السيستم اللي بيوصل؟ النيرفس سيستم. هو بيقول لي شيل دايجستيف بس يبقى هكتب نيرفس. لونج هاند ليجز بتاع الجربو ده يعتبر بيهيفيورال طبعا، ستراكشرال ربنا خليها بيها ستراكشرال ادابتيشن. السباينال كورد باث ثرو بيمر في الايه؟ السباينال كورد موجود في الباك بون. طب الاورجن اللي مسؤول عن ريسيفنج اند بروسيسنج اند ريسبوندنج تو انفورميشن از ذا هارت، الاورجن اللي بيستقبل وبيعامل ويقول الكلام ده هل هو الهارت؟ لا البرين. طيب الجيربو فيت والتوز ار كفرد وذ فيزر، الجيربو فيت والتوز متغطي بالفيزر، لا متغطي بالهيرز بالشعر مش بالفيزر مش بالريش. السنس اوف سايت of owl is weaker than bat، هل الاول البومه بتبقى حاسه البصر اضعف؟ لا ده مش اضعف ده اقوى stronger، بدل weaker اقول stronger sharper. when your hand touch spines، لما انا الصباع بيلمس الاشواك of cactus الصبار، اشواك الصبار you move it away slowly، لا quickly او fast او fastly، بس خلينا نقول quickly slowly عكسها على طول quickly. طيب the tongue is the sensory organ that responsible for smelling your lemon sorry sour lemon، يعني بيقول التونج هو الاورجن المسؤول عن السميلنج الليمون، السور ليمون يعني الليمون المزز، لا ده مش سميلنج تيست، هو المسؤول عن تيستينج او تيست الساور ليمون. طيب طبعا جيب ريزون وات هابن دولت احنا بنحللهم واخدين مصوري اللي هو الموجودين يا اما في الملخص بتاعنا يا اما في الكتاب، وموجودين كمان في الجزء الاخير اللي هو اللي احنا بيبقى ملمم فيه كل الجيف ريزون، بس احيانا بيبقى فيه جيف ريزون موجود في الملخص اللي انا بديه لهم الملخص الورقي وموجود في الكتاب نفسه. تمام اوكي. طيب تعالوا نشوف الرسمه دي. وات داز ذا فيجر ريبريزنت؟ نيرفس سيستم. الفيجر ده نيرفس ايه؟ نيرفس سيستم. طب ليبل ذا فيجر، قول لي 1 و 2 و 3 يعني 1 هو البرين، نمبر 2 السباينال كورد، نمبر 3 النيرفس الاعصاب. طب نمبر مين از فاوند انسايد باك بون، مين الموجود جوه الباك بون؟ نمبر هو عايز النمبر طبعا الموجود جوه الباك بون اللي هو السباينال كورد اللي هو نمبر 2. طب نمبر مين اللي مين كنترول سنتر مركز التحكم الرئيسي؟ طبعا اللي هو البرين يبقى نمبر 1. طب نمبر مين اللي سبريد اول اراوند ذا هيومن بودي بارتس اللي منتشر في كل الجسم؟ طبعا اللي هو النيرفس يبقى نمبر كام؟ 3. طيب تعالوا بقى كده احنا الحمد لله خلصنا الهوم ورك بتاعنا، تعالوا نتكلم على سمري ملخص للجزئيه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. يبقى ركزوا كده من اول هنا هناخد السمري للجزئيه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. اول حاجه بيقول لي ده ليسون 3 بيج نمبر 66، بيقول لي الفانكشن بتاع النيرفس سيستم، ايه وظيفه النيرفس سيستم؟ اول حاجه اتجذر، جذر جذر يعني جاي من كلمه زي جذر يجمع يعني كولكت يعني، يبقى اول وظيفه ان النيرفس سيستم كولكت بيجمع الانفورميشن المعلومات عن طريق السنسوري اورجن زي الايز والايرز والسكن والتونج والنوز، كل دي اللي هي السنسوري اورجن. طب تاني حاجه بيعمل ايه بقى النيرفس سيستم؟ ميك سنس او ميك ترانسليت لذيس انفورميشن، يعني بيخلي المعلومات دي مفهومه يترجمها، وده بيحصل عن طريق البرين. يبقى اول حاجه بيجمع الانفورميشن كولكت او جذر انفورميشن عن طريق السنسوري اورجن، بعد كده ميك سنس، بعد كده ات تيل ذا بودي وات تو دو، يخبر الجسم what to do according to the information حسب المعلومات دي. طب يعني مثلا example ايه؟ when you hear a chirping bird زقزقة العصافير الصبح، when you hear I'm sorry when the ears pick up sound waves اللي هي جاية من البيردز،
the nervous الأعصاب اللي موجودة في الإيرز send message بتبعت رسائل للبرين ويبدأ بعد كده يعمل لها translate للساوند ويفز دي وفي الآخر خالص then the brain send messages to the body about what to do تقول له أنت تعمل يعني مثلا turn to look for the bird أنت تبص على الطيور دي. طب في حاجة اسمها reflexes. إيه هي reflexes؟ some message called reflexes بعض المسجز اسمها reflexes هي عبارة عن so fast سريعة جدا that you can't realize ما بتدركهاش ما بتلحقهاش زي مثلا لما touch very hot cup of tea تلمس كوباية شاي سخنة ولا طبق سخن تلاقي ايدك بعدت بسرعة جدا moving your hand away quickly لازم برضو اكتب كلمة quickly ببعد ايدي بسرعة جدا لو لمست حاجة سخنة دي بنسميها reflexes رد الفعل او reflex action reflexes اللي هي ردود الافعال ودي حاجات سريعة جدا quickly يعني وبرضو في other messages are sent from and to the brain بعض الرسائل بتروح دي للبرين automatically زي مثلا البريد التنفس هنا بيقول لي دي نفس اللي احنا بنقوله كده senses sense the environment by sensory organ اللي هي ال eyes وال nose وال mouth الماوث اللي هي التنج على فكرة will process information اللي هو البرين وبيبعت رسائل للبادي to do اللي هو to react or what to do طب which of this part is nervous system اعمل دايرة ده مش nervous system ده nervous system ده nervous system ده nervous system طيب احنا لسه برضو في السمري في الملخص اتكلمنا عن lesson 4 lesson 4 كان بيتكلم عن how animals use communication system ازاي الانيمالز بتعمل communication نبدأ الاول على الانسان التكنولوجي سيستمز allow human to communicate with each other احنا التكنولوجيا بتسمح لنا ان احنا نتواصل مع بعض بسهوله زي مثلا making phone calls نعمل اتصالات الراجل بيتكلم اهو sending text message او sending message بنبعت رسائل سواء واتس او ماسنجر sending email بنبعت رسائل ايميل في الشغل انما animals don't use technology animals ما بتستخدمش التكنولوجي زينا as we do ولكن بتعمل حاجات تانية يعني مثلا الانتس النمل الانتس living colonies بيعيش في مستعمرات مجاميع يعني وبتحتوي على thousands of individual الاف الافراد individual يعني الافراد الاف النمل الاف الافراد الجروب اوف انت ان كولوني هاف ديفرنت رولز عندهم قواعد وعندهم وظائف مختلفه وده كله بيعتمد عليهم يعني مثلا في عندنا ثلاث انواع من الانتس النيرس انت والسكوت انت والسولدر انت كل واحد ليهم فيهم ليه وظيفه مثلا فور اكزامبل ثانيه واحده كده اهوت النيرس انت when the food is low لما الطعام يبقى قليل النيرس انت بتبعت سميلي مسج رسائل رائحة للسكوت انت نيرس انت يعني النمل العامل بيبعت رسائل للسكوت انت النمل الباحث والسكوت انت وظيفته ايه بقى وظيفته ان هو searching locating food او searching for food طب اول ما بيلاقي اكل يبعت بقى رسائل للنمل العامل عشان يجوا يشلوه يجي ياخدوا الاكل طيب امال السولدر انت السولدر انت also بيستخدم السميلي مسج بيستخدم الرائحه عشان يتواصل مع اصدقائه مع اصحابه مع النمل زيه if there is danger لو في خطر قريب يتواصل مع بعض طيب تعالوا نتكلم على احنا دلوقتي في بيج نمبر 71 الهامباك ويل الهامباك ويل اللي هو الحوت الاحدب يبقى ده اسمه احدب لانه بيبقى فيه حدبه كده صغيره على ظهره طيب الهامباك ويل يوزنج او سينج بيغني اندر ووتر تو كوميونيكيت ويز ايتش اذر يبقى لو جه قلت لك ليه بيغني تو كوميونيكيت ويز ايتش اذر وبيستخدم اصوات معينه تونز او نوتس معينه طيب هو في عنده السونجز الاغاني بتاعت الهامباك ويل ديفرنت ديبند اون سيزون بتختلف حسب الموسم في الوينتر وفي في السمر في الوينتر بنسميها ميتنج سيزون الوينتر بنسميه موسم التزاوج عنده وده بيطلع ساعتها هاي بيتش ساوند هاي بيتش ساوند اصوات اسمها هاي بيتش الهاي بيتش ساوند بتبقى شارب فويسز اصوات حاده زي صوت الومن طب في السمر في الصيف ده اسمه فيدنج سيزون موسم الطعام او الاكل اللي هو بيدور فيه على الاكل وده بيطلع فيه لو بيتش ساوند طب اللو بيتش ساوند زي الرف ساوند اصوات خشنه ودي زي صوت المان الراجل هو بيطلع في السمر غير في الوينتر اصوات في السمر غير في الوينتر في الوينتر هاي بيتش ساوند في السمر لو بيتش ساوند في الوينتر ميتنج سيزون في السمر فيدنج سيزون طيب اوكي هنا بقى اتكلمنا عن الباتس قبل كده اتكلمنا عن الباتس كتير قوي بيقول لي بات يوز ساوند الباتس بيستخدم الاصوات في كذا حاجه كوميونيكيت ويز ايتش اذر يتواصل مع بعضه وكمان جيت انفورميشن اباوت ذا سراوندينج انفايرمنت عن طريق حاسه الهيرنج فبالتالي بيعرف يصطاد بيعمل الباتس اهو الباتس اهو خفاش اهو
بات ميك هاي بيتش ساوند، بيطلع اصوات على فكره زي اللي بيطلعها الهامباك ويل بس في الوينتر، يعني بيطلع اصوات هاي بيتش ساوند. اصوات هاي بيتش ساوند وعلى فكره احنا ما بنسمعهاش، مش ما بنسمعهاش خالص الاصوات دي. يبقى الباتس ميك هاي بيتش ساوند، والساوند هيت سمثينج نيربي لما بيخبط في اي حاجه قريبه. باي ذا بات نيربي ذا باتس، قريبه من الباتس، ريفلكت باك تو ات ان ذا فورم اوف ايكو، يعني هو طلع اصواته خبطت في الانسكت ده راحت رجعت تاني، الرجوع ده احنا بنسميه ايكو. يبقى هو مطلع ساوند ويف. طب اي ساوند ويف وخلاص؟ لا، مطلع هاي بيتش ساوند وهو راجع اسمها ايكو. فالبات لسن فور ذا ايكو اللي هو بيسمع الايكو ده، وعن طريق الايكو البات بيعرف نون يحدد ان في حاجه قريبه ويحدد مكانها. طب احنا استفدنا من الموضوع ده؟ استفدنا، عملنا حاجه اسمها بات انسباير تكنولوجي، يعني تكنولوجيا مستوحاه من البات. يبقى التكنولوجيا المستوحاة من الخفاش او البات بيقول لي ساينتست، العلماء have been inspired او benefit، يعني استوحوا او استفادوا عن طريق الباتس او الادابتيشن اوف باتس اللي هي الايكولوكيشن بتاعته، وفايند واي، لقوا طريقه help blind people. blind people اللي هم الناس المكفوفين، اللي هم يكتشفوا السراوندينج. ايه اللي بيحصل؟ الساينتست العلماء created، عملوا صنعوا make يعني special cane، عصايه خاصه. العصايه دي emits، بتطلع هاي بيتش ساوند، هاي بيتش ساوند جاست لايك بات، زي الباتس بالظبط. طب as blind person is walking with his special cane، البلايند بيرسون بيمشي بالعصايه بتاعته وبتطلع ايه؟ بتطلع هاي بيتش ساوند. الهاي بيتش ساوند بيطلع منها وبعدين بيخبط في الحاجه وبعدين يرجع ايكو، والايكو بيتحول لفايبريشن، يعني هي العصايه هي بتطلع هاي بيتش ساوند، تخبط في الحاجه لو في حجر مثلا قدامه ترجع له تاني، ولما ترجع تاني تتحول لفايبريشن، الاقي العصايه بتهتز يمين وشمال. وطبعا هو بيحس بالعصايه دي، البيرسون البلايند بيرسون فيل ويز هيز ثامب، بيحسه بالابهام بتاعه. الفايبريشن اوف سبيشال كان تيل ذا بلايند بيرسون ذا دايركشن اوف ذا اوبستكل، يعرفوا العقبات اللي موجوده، اوبستكلز العقبات، والاوبجكت اراوند هيم، والاجسام اللي موجوده ايه حواليه. طب الهيومن الانسان can't hear the high pitch sound، ما بيعرفش يسمع الهاي بيتش ساوند، يبقى الانسان ما بيعرفش يسمعها. produced يا اما اللي هي بتطلع دي خالص، ولا طالعه من الباتس ولا طالعه من سبيشال كين، يعني هو ما بيعرفش يسمعها، ما حدش يقول له هيسمع الحاجات دي، لا هو بيحس بيها بالفايبريشن. طب ايه الاختلاف ما بين الكين او السبيشال كين العصايه الخاصه والبات؟ similarities تشابهات وديفرنسز اختلافات، هما شبه بعض في ايه ومختلفين عن بعض في ايه؟ اول حاجه السيميلاريتيز، both emit، هما الاثنين سواء السبيشال كين او الباتس هما الاثنين بيطلعوا هاي بيتش ساوند، هما الاثنين بيعملوا ايكو اللي بترجع تاني، يعني بيطلعوا هاي بيتش ساوند وتخبط وترجع ايكو، وهما الاثنين ريسيف ايكو. ريسيف ايه؟ ايكو. لغايه هنا كده الحته دي مالهاش لازم، اللي هي كان تيل هاو فور، اللي هي بتعرفنا الحاجه بعيده قد ايه. طيب الديفرنسز، يبقى هما الاثنين مختلفين مشابهين في ايه؟ بيطلعوا هاي بيتش ساوند وبيعملوا ايكو، وهما الاثنين بيستقبلوا الايكو. طب الديفرنسز الاختلافات، السبيشال كين تشينج الايكو انتو فايبريشن، بيحول الايكو لفايبريشن، السبيشال كين بيحولها لفايبريشن، والبلايند بيرسون بيحس بالفايبريشن ده عن طريق الايه؟ بيك اب، عن طريق حاسه التاتش، يبقى سنس اوف تاتش. طب الباتس بقى الخفاش، هل الخفاش بيعمل فايبريشن؟ لا، الباتس كانت تشينج الايكو انتو فايبريشن، ما بيحولش الايكو لفايبريشن، هو بيسمع الايكو احنا ما بنسمعهاش بس هو بيسمع. الباتس يوز ذير سترونج هيرينج سنس تو بيك اب ايكو. طيب اوكي، نبدا الاول نقول الهوم ورك بتاعنا. طيب الهوم ورك بتاعنا الصفحه اللي فات دي، هناخد بيج نمبر 67، بيج نمبر 68. طيب و وبعد كده مش عايز ازود عليكم في دوت لان لسه هناخد تاني كمان، بيج نمبر 73 و74 و75. اوكي ماشي، ده بالنسبه للهومورك. الكلمات بقى تقول الكلمات اللي في اخر الكتاب، دي الكلمات بتاعتنا اللي هناخد بيج نمبر 188 من اول اللاين التاني، اللاين التاني كله. هند، هند اللي هي الليج هند يعني الارجل الخلفيه، هند، ديتكت، ديتكت، الارت، الارت، رياكشن تايم، رياكشن تايم، سباينس، سباينس، كاكتس، كاكتس، ترانسميت، ترانسميت، مسلز، مسلز، بيك اب، بيك اب، تشيربينج، تشيربينج، ريفلكسز، ريفلكسز، بروسيس، بروسيس، ريسيف، ريسيف،
كولز كولز سكوت انتس سكوت انتس كولونيز كولونيز ديفلوبد سيستم ديفلوبد سيستم انديفيدوال انديفيدوال رول رول نيرس انت نيرس انت سولدر انت سولدر انت alert alert nerby nerby responsible for responsible for كده احنا خدنا اللاين ده كله ماشي. هناخد بقى بقيه اللاين اللي هو الاكتيفيتي 9 دي الصفحه اللي بعديها. يعني هناخد 189 هناخد الجزء الاولاني اللي هي الصغننه دي series series mating mating sharp sharp feeding feeding low beat sound low beat sound rough rough. يبقى احنا كده هناخد الجزئيه ديت اوكي. ال عايز منكم تطلعوا لي الجزء اللي هو الجيف ريزون والجزء اللي هو وات هابن تمام. احنا هناخد الثانيه كده هجيبه لكم. بصوا دكاتره طبعا ده الجزء بتاعنا اللي موجود في الكتاب اللي هو جزء الريفيجن اللي فيه الاكزام. انا دلوقتي بتكلم على الجزء اللي نحفظه. طبعا احنا كنا المفروض الديفاين التعريفات دي كلها احنا واخدينها تمام خلصناها الحمد لله. وصلنا لغاية مين تقريبا وصلنا في الاخر خالص. خدنا احنا كده المفروض خلصناها كلها. كان اخر حاجة خدناها قبل كده كانت السنيك تقريبا او الايكولوكيشن. السنيك معلومة بصوا السنيك معلومة قديمة بس انا عايزها تبقى موجودة عشان احيانا بيحصل خطأ ويروح جايب معلومة قديمة فهي معلومة سهلة وبسيطة عايزين نعرفها. السنيك التعبان بيعرف لوكيت البريز يحدد الفريسة عن طريق الهيت الحرارة بتاعته تمام. الهيت الحراره يعني يعرف يحدد مكان الفريسه عن طريق الحراره بتاعه الفريسه تمام. وخدنا 25 وخدنا 26 وخدنا 27 تمام. طبعا الدايجستيف سيستم واخدينه قبل كده اوكي. الريسبيراتوري سيستم واخدينه قبل كده. النيرفس سيستم ده جديد ماشي لازم نعرفه اللي هو البرين سباينال كورد نيرفس. كل واحد له وظيفه لازم نعرفها. ودي المعلومه اللي انا قلت لكم عليها ان النيرفس زي الايز في بعض النيرفس بس هي النيرفس تتكتب صح nervous زي الايز والهارت directly connected to the brain متوصلين مباشر بالبرين بس طبعا متوصلين مش بالبلاد فيزل بالنيرفز بالاعصاب. طيب الجيف ريزون احنا كنا واخدين الجيف ريزون اهو لحد بيج نمبر سوري لحد رقم اوريكم لحد رقم 27 عايزين ناخد بقى زياده 29 30 اوكي. ليه الباتس بيعرف كاتش الانسكتس during night because bats can locate its prey by echolocation او الايكو زي الدولفين بالظبط. ممكن السؤال يجيبه لك بالدولفين ليه الدولفين بيعرف يصطاد او يمشي في الووتر هقول له عشان برضه بيعرف كان لوكيت البريز باي ايكولوكيشن. ليه الاول هاز باول شيب فيس ليه البوم عندها باول شيب فيس تو ديتكت عشان تكتشف وامبليفاي تكبر الساوندز تو ايرز. وممكن اجابات تانية زي الاجابه اللي انا كنت كاتبها لكم في الملخص صح برضه او في الكتاب صح كله ده صح. هي عشان تكتشف وامبليفاي الساوندز بتاعت الايرز. ليه الايجيبشن مونجوز make sound to other mongoose بيعمل اصوات للمونجوز الثانيه دي to move and find food. وممكن اكتب to communicate with each other ده برضو صح عشان يتواصل مع بعض. طب احنا لغايه 30 كده الوات هابن الوات هابن احنا خدنا عايز الوات هابن كده لحد نمبر كام لحد نمبر 8 الوات هابن. طبعا المفروض معانا كمان 10 بس خلينا لغايه 8 دلوقتي عشان ما نكترش عليكم قوي. وات هابن يحصل ايه لو التشينجز التغيرات اللي بتحصل في البيئه بتبقى سلولي بسيطه او بطيئه. تشينجز اوكيور سلولي ان ذا انفايرمنت الاورجانيزمز هاف تايم تو ادابت اند سرفايف. بيبقى الاورجانيزمز الكائنات عندها وقت ان هي تتاقلم وتعيش تلحق تهرب. طب حصل حريقه فالكائنات بتهرب حصل امطار فالكائنات بتهرب تمام. طب لو حصل تشينج اوكيور رابيدلي كويكلي بسرعه بسبب الهيومن اكتيفيتي للاسف الاورجانيزمز ويل داي اند اكستينكت تنقرض نو تشانس تو ادابت ما عندهاش فرصه لادابت. نمبر 6 سميلينج بيتزا بنشم البيتزا ايه اللي بيحصل النيرفس اللي موجوده في النوز سندس مسج بتبعت رسائل للسباينال كورد وبعدين للبرين ذات بروسيد ذس انفورميشن اللي بتعالج المعلومه دي. طب نمبر 7 الجيربوا اتاك باي سنيك الجيربوا بيتهاجم بالسنيك الجامب لونج ديستانس ان زجزاج واي فيري فاست بينط لونج ديستانس مسافات كبيره ان زجزاج واي وده بيحصل فيري فاست. طب البولر بير لو بيعيش في الصحراء لو جبناه عشان في الصحراء يبقى كانت هايد مش عارف يستخبى ان ديزرت وكانت ادابت او سو ويل داي. طبعا ممكن اختصرها ان هو ممكن نقول الحته الاخيره كانت ادابت اند ويل داي ماشي. يا دكاتره عايزكم كده ان شاء الله تذاكروا كويس الجزء دوت مهم جدا. انا عارف ان هو كان
كبير شويه بس انتوا شطار انا عارف. بس لا ما شاء الله، لا انا شايف اللي احنا قسمناه وعملناه، وكمان انا بعت لكم فيديو ليه اهوت، ان شاء الله هيبقى الدنيا بسيطه جدا وسهله قوي، وانتوا ما شاء الله شطار اصلا ومظبطين الدنيا كلها. وعايز منكم حاجه بقى جديده، احنا دلوقتي عايزين نعمل نظام جديد، هناخد جزء من يعني هناخد الدرس الجديد ان شاء الله، وعايزين نراجع على الدرس القديم. طب نراجع عليه ازاي؟ في كذا طريقه، يا اما افتح الفيديو اشوف فيديو الدرس القديم، يا اما امسك الملخص الورقي اذاكره اراجعه تاني، يا اما امسك الكتاب اقرا اقرا الدرس الاول من الكتاب. يبقى انا عايز ناخد درس من الدروس الجديده بتاعتنا ونراجع على اول درس. دلوقتي احنا هناخد درس ده ونراجع على اول ايه؟ اول درس. انا عارف انتوا شطار والموضوع بسيط بالنسبه لكم باذن الله، ما شاء الله انتوا كلكم ناس شاطره، وكمان علشان ما شاء الله ناس كتيره جدا جدا اتكافئت، وناس كتيره جدا كمان هتتكافئ، لان انا قلت لها انتوا اللي ما تكافئش المره فاتت وهيقفل او هيجيب درجه كويسه في الامتحان الجديد هيتكافئ باذن الله. فعايزكم تشدوا حيلكم، وباذن الله المره الجايه هقول لكم كل حاجه، بس اهم حاجه تكونوا مذاكرين كويس وعاملين اللي عليكم وحافظين الكلمات، ودي اهم حاجه. ماشي يا حبايبي، شكرا لكم.